البطل ديالنا عزيز الفلاق، اولا مبروك الفوز ديالك ببطوله العرب اللي تقامت بالاردن. عزيز، كيفاش كانت البطوله اللي شاركتي فيها مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكركم على الاستقبال اللي استقبلتونا هنايا بعد ما رجعنا للمغرب، والحمد لله هذا كيدل على انكم كنهتموا بالرياضه وكنهتموا بالرياضيين، والمجهود اللي كنقوموا به مع الاساتذه ديالنا لا ديالنا لا ديال المنتخب ما كيمشيش فيها بالريح، والحمد لله كنشكروا الناس اللي كيقدرونا وكيهتموا بنا. بطوله العرب الاخيره في الاردن كانت في احسن الاجواء، مشينا عناصر المنتخب الوطني ب 14 عضو، حصلنا على 10 ميداليات ذهبيه الحمد لله. كان الميداليه ديالي من الميداليات اللي حصلت عليها في وزن 81 كيلوغرام. كيك بوكسين نزلت ثلاثه ديال الدول قويه حسب القرعه مع لبنان والسعوديه والاردن. الماتش الاخير الاردن مع بطل العرب، بطل العرب في الكونتاكت في اكادير، كانت مباراه قويه والحمد لله. الحمد لله بفضل التعليمات ديال الاساتذه والتدريب والدعوه الوالدين والله سبحانه وتعالى تمكننا من الفوز. لما كيرجع الفضل الفوز عزيز بهذه البطوله، طبعا كما كيقولوا هو الفوز ما كيكونش في الرينج، كيكون قبل الرينج. وقبل الرينج رانا ترينرنا الحمد لله في النادي ديالنا العهد الجديد بمارتين مع السي محمد اللي كنشكره بزاف، اللي كيعاوننا على زعما جميع المستويات، كيعاوننا كيفتح لنا النادي بالنهار بالليل كنترينرو كنعاونو، ولا استاذ وليدي ساعه ساعه كنطلب معاه كنزيدو شي حصص معاه، والتدريب اللي قمنا بها في المنتخب الوطني والمعسكر اللي خديناه والحمد لله. الحمد لله وفضل الاساتذه ديالنا تمكنا. شنو هي الاستحقاقات ديال عزيز المقبله؟ الحمد لله كاين استحقاقات مجا، كاين ان شاء الله كاينه بطوله العرب على ما اعتقد احترافيه في السعوديه، كاينه ان شاء الله بطوله العالم، وما نحرقوش المراحل وشويه بشويه ان شاء الله يكون خير. استاذ محمد برجعات، انت هو المدرب ديال عزيز الفلاق، اعطينا شي كلمه حول هذا الفوز البطل ديالك. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على النبي بعده. اولا كنشكروا هذا البطل عزيز الفلاق اللي بصراحه واحد البطل طموح متواضع خلوق، واللي في الجمعيه ديالنا جميع الابطال لا الصغار ولا الكبار كيتخذوه قدوه ديالهم، وبصراحه كنتنبه له بواحد المستقبل كبير في هذه الرياضه. الاستاذ محمد ولدي، انت مدرب معروف مدينه تطوان، اعطينا شي كلمه بخصوص الفوز عزيز الفلاق ببطولات العرب. عزيز الفلاق ان شاء الله راه غادي يمشي بعيد بزاف، لان الولد مخلق ومربي، وكنتمنى الله يكونوا اي بطل كاز بحال دابا بحال عزيز الفلاق دابا يبقى مثلا ديما يبقى في الرياضه ديالو، ويحاول ممكن ما يخرجش على نطاق الرياضه، يبقى تبع الرياضه بزاف وما يكونش كيتغرب الرياضه ديالو. مزيد من التوفيق وشكرا. شكرا.